المناظرة الرئاسية. 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 Presidential debate. debate. هنجيب اللي هي زي برنامج وبنجيب two presidents مرشحين للجمهورية وبنبدأ بقى نكلمهم نشوفهم هما ليه عايزين يبقوا رؤساء الجمهورية. فده يعتبر ده اول جروب ده تاني جروب اللي هو بيعمل مقارنه ما بين اثنين Hey, Charlie, how's it going? وطبعاً ده ملوش أي علاقة بشغلنا إحنا كلنا curves في sculptures وشغلنا طبعاً معروف وفي concept biomorphic ده شغل أصلاً كله straight lines و solid shapes من غير أي soul و routines بتاعت المشينز طبعاً وكان بيكاروت شغله مش زي السجرادة فاميليا بتاعنا قعد 16 سنة ولسه هيفوز سنة 2016 أصلاً آخر project عمله ميوزيوم جوجنهايم ميوزيوم طبعا عارفينه والناس كانت بتطلع روحها عشان يوصلوا للميوزيوم بالظبط اوه مستر جاودي يو لوك سو كول ايه الاخبار كله تمام الحمد لله اهم حاجه بس تركز على نقط ضعف تعرف طبعا انها كتيره زي ايه يعني البونز الاوفر بتاعته الناس ما بتفهمهاش ده غير الافوار في الاليفيشن والكيرفز في البلان ومعرفش ايش انا اسمي فرانك لويد رايت انا دخلت ويست كونستنت عام 1884 دخلت فيها ميجر تكنيكال انجينيرنج عشان ما كانش فيه اركتكتشر ديبارتمنت وما كانش معايا فلوس ان انا اروح جامعه ثانيه قعدت فيها كام سنه وبعد كده الموضوع ما عجبنيش اضطريت اسافر شيكاغو هناك اشتغلت في اكبر شركه للعماره اركتكتشر اند كونستراكشن كنت بقبض $7 في الاسبوع قعدت 6 سنين بعد كده فتحت المكتب بتاعي اللي منه غيرت مبادئ العماره كلها كلاسيكيه وهو ده اللي هعمله لما ابقى رئيس ان شاء الله طب دلوقتي السؤال هيتوجه للجواب تاني نفس السؤال يعني عرف نفسك كده بسرعه انا اسمي انتر جاودي انا اركيتكت بافولو والارت بروفو انا اتولدت في سبين الشغل بتاعي كله في سبين بس كنت معروف انترناشونالي بالشغل المعمول في سبين I follow Art Nouveau Art الفاوندر بتاعه ألفونسو موخا كان كل الديزاين كونسبت بتاعتي هي عبارة عن curvy lines و biomorphic concept وأهم حاجة المعماري كان بيهتم بيها اللي هو يعمل هارموني بين human habitation and natural world وهو ده الرئيس محتاجه يا جماعة عشان كده احنا كنا بنسعى أو أنا كنت بسعى لنعمل experience sense fuse and finer sense وكل وهو ده الرئيس محتاجه يا جماعه. انت شايفين ايه؟ بجد والله. انا سيبكم انتوا تردوا. تخوني. طيب السؤال يتوجه لجاودي برضه، اتفضل يا استاذ جاودي. ايه مميزات الستايل بتاعك عن المنافس اللي ليك؟ مميزات الستايل بتاعي، الستايل بتاعي اصلا ما يتقارنش بالكومبيتيتور بتاعي مع احترامي. اه طبعا في الكلام ده. عظيم كلام عظيم طبعا. هايل هايل. والاول مره معانا اتصالات تليفونيه على مناظره رئاسيه ونحب نقول مع اول اتصال تليفوني ونقول الو 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 مش سامعينك الو ايوه سامعاكي اتفضلي الو ايوه استاذ فرانك احنا بنحبك قوي 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 واحنا عندنا ثقة فيك كبيرة جدا ومنتظرين منك الكتير وبجد بجد احنا بنحبك وجود لك ومعنا اتصال تاني وهنقول الو ايوه سامعاكي اتفضلي انا متصلة عشان سيادة الرئيس اي واحد هيكسب فيهم لازم اول حاجة يعملها انه يحل لي مشكلتي
انا كنت يا فندم احنا قوي قوي اسامه منير يا فندم احنا في رئاسه مصر يا استاذ ما ينفعش الكلام ده لو عندك سؤال تسالين المرشحين اتفضلي ما ينفعش الكلام ده الموضوع ده يا قلبي طيب معلش والخط قطع معانا الخط قطع ومعانا اتصال تاني وهنقول الو برضو ايوه الو ترجاودي ايوه اتفضلي يا فندم معجبه جدا بشغل حضرتك بجد منور الشاشه ان شاء الله حضرتك اللي هتكسب معانا النهارده طبعا كل ارائك عجباني جدا 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 بسم الله ما شاء الله عليك وطبعا الكونسبت بتاعتك جميله البايومورفيك دي بس شكرا لا مش عايز اقول لك ايه يا حبيبتي شكرا ومعانا اخر اتصال معانا النهارده عشان كده رئاسه نص الوقت خلاص يا جماعه بيخلص مننا وكنا عايزين نقعد معاكوا اطول بس يلا ناخد اخر اتصال ونقول الو ايوه الو مسز انشراح الو مسز انشراح ده تليفون بيكي بجد والله اتفضلي انا ماسكه الو انا بحبك قوي 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 والله ده انت منوره الشاشه يا مسز انشراح حبيبتي والله حاجه جميله قوي حبيبتي 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 والبلد ده حاجه تحفه انت عارفه انا عندي محمد ابن عمتي بيعزف جيتار بجد والله points of comparison تبقى دي موجوده هنا بالناس هو التشالنج اللي كان موجود قدامكم ان انتم تظهروا المزايا والعيوب والمقارنه بين الاثنين وده زي ما كلهم اتفقوا ان هو ظهر جزئيا انما الحقيقه كان ممكن يظهر اكتر من كده بكتير وكنت متوقع ان يكون في كونكلوجن شويه يعني غير ان هم اتخانقوا وطلعوا في الاخر يعني المفروض ان انت لو تعمل بريزنتيشن ديبيت بيبقى في نوع من انواع السكورينج صح كان ايه الاساس على السكورينج احنا كنا بناخد بوينتس على اساس ايه اللي بيقدموه مثلا كافكار معماريه اللي يعملوا ايه لو نزلوا على جزيره فاضيه يعني كل الحاجات دي كانت ممكن تتبلور على ان بعد كل سؤال يحصل نوع من انواع البوينتس مين اللي كسب عشان بالظبط عشان نوصل في الاخر احنا كاودينس اتعلمنا مين احسن في ايه دي احسن في ايه كمل كمل بس انتوا بداتوا في الاول ودي كانت فكره جديده كان الكريتيك بدا من الاول في الحته اللي في الاول اللي هي قاعده فايه ده كان نوع من انواع الكريتيك بدا قبل لما البريزنشال ديبيت يحصل كان ممكن برضه يتعمل في الاخر انه هما بقى ماشيين الناس اللي بيصوروا والكاميرا مان والناس بتوع الميك اب وبتاع بيعملوا حوار بينهم وبين بعض ويبان في يعني ايه انطباع الناس خرجت بايه بتقول لا ده كان احسن من كذا ده مميزاته كذا ده عيوبه كذا وتبقى ايه خرجنا الى نوع من انواع ايه